ضيفنا في الاستوديو سيد رائد الخضر، رئيس قسم الابحاث في مجموعه ايكوتي. اهلا بك رائد، شكرا على وجودك. يعني اليوم لاحظنا طبعا هذه الارتفاع بسيطة حتى للدولار الأمريكي، ولكن طبعا متوافقة مع أو على في نفس الوقت مع بعض التراجع على عوائد السندات الأمريكية، يعني تباين في هذا الأداء من ناحية، ومن ناحية أخرى الأسواق والعالم يركز اليوم عن الجلسة في مجلس النواب، هل سيكون هناك إزاحة لترامب عن البيت الأبيض قبل 20 يناير؟ تماما، نحن شفنا الدولار الأمريكي عم يتراجع بعض الشيء في الوقت الحالي. طبعا يعني ما حدث من ارتفاعات على عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام يقوض بشكل غير مباشر جهود الفيدرال الأمريكي لتحفيز الاقتصاد، ويضطر إذا ما استمرت على عوائد السندات لعشر أعوام بالارتفاع وهي ترتفع، لأن هناك حزم تيسيرية تدفع عن طريق الاستدانة من قبل الحكومة الأمريكية، وذلك بشكل غير مباشر يسبب ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية للأجال البعيدة. وفي نفس الوقت نحن عم نشوف أنه في عندي ضغط على أداء الدولار الأمريكي بالارتفاع، وهذا ما لا يريده الفيدرال الأمريكي، ولأنه لا تزال المرحلة التي يعني تمر فيها الأسواق الأمريكية خصوصا مع الأوضاع السياسية والتوترات الأخيرة التي ذكرتها، نحن مقبلين أنه إمكانية محاولة ثانية لعزل ترامب في يعني بأيامه الأخيرة إن صح التعبير، كل ذلك ينعكس بشكل مباشر سلبا على الوضع الاقتصادي. وأيضا الفجوة اللي موجودة فعليا واللي عم تتسع واللي هي غير مسبوقة في بين أداء وول ستريت وما بين بيانات الاقتصاد الأمريكي التي ظهر في آخرها ارتفاعات البطالة بشكل واضح، وكذلك فقدان الوظائف الكبير. إذن الاقتصاد الأمريكي لا يريد الآن أي عمليات إيقاف في التحفيز، ولكن في نفس الوقت تفضيلات المستثمرين يعني نوعا ما ضعفت على المؤشرات الأمريكية وعلى الأسهم وسببت عندي هذا التراجعات. هذه حالة توتر يجب أن يتم حسمها من خلال يعني وضوح أكثر في السياسة المالية المتبعة في حقبة بايدن، ليس الحديث فقط عن حزم تيسيرية وإنما إلى أين تتجه هذه الحزم التيسيرية بشكل أكبر ومن هي الفئات المستفيدة بشكل أفضل، وكذلك الأمر حديث عن رفع مستويات الضرائب على بعض القطاعات وعلى بعض الشركات التي بلغت حقيقة الارتفاعات. بايدن قد يقدم على هذه الخطوة في هذا التوقيت، يعني حتى لو لديهم خطط لرفع الضرائب على بعض القطاعات، هل سيكون الآن في ظل كل ما يتعرض له الاقتصاد من ضغوط؟ يعني أعتقد يجب أن يتم، لأنه في عندي العمليات الانتقائية التي يقوم بها المستثمرين بأخذ المخاطرة تتجه إلى بعض الشركات التي تغتنم فرصة وجود البانداميك أو الجائحة، كذلك في نفس الوقت استفادت بشكل كبير من خطط التحفيز السابقة دون أن يكون هناك انعكاسات حقيقية على واقع الاقتصاد أو على إيجابية على معطيات المايكرو إيكونوميك. يعني مثلا إذا أخذنا نحن مستويات التصنيع، فنحن نواجه ارتفاعات في مخزونات التصنيع قبل أن نواجه ارتفاع في الريتيل سيلز. الأسهم في ناحية والاقتصاد في ناحية أخرى، الفجوة تتسع وبشكل كبير. ردم هذه الفجوة وتقريب هذه الفجوة يكون من خلال يعني هندسة السياسات المالية بشكل أكثر توجيها للطبقات والفئات المحتاجة بشكل مباشر، وأيضا امتصاص هذه السيولة الفائضة من هذه القطاعات وهذه الشركات التي أعتقد لا تستفيد من هذه السيولة بالشكل السهل أو بشكل يعني سريع. على كل حال رائد، يعني سنتابع اليوم ما سيحدث في أروقة البيت الأبيض وفي السياسة الأمريكية. أنا أشكرك رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي.